سميرة هي مو عايشة، انت موجودة هون وانا بهداك البيت، والولد مرمي بالمستشفى، والولد التاني ممكن يضيع بين ايدينا. صدقيني هي مو عايشة. صح مو عايشة. شرف هلا لقينا سكنة مثل العالم والناس. هلا هذا الموضوع بنحكي فيه بعدين. ما في نحكي بعدين، اساسا ما عاد في بعدين. طيب على راسي، انا رح ساوي شو ما بدك، المهم اللي ارجعي على البيت. خليني اعرف على شو بدي ركز. ما في داعي تركز على شيء، ما عاد مهم. ايه امرك. بالاذن عمي. قال بده يركز، قال على اساس هو طالع بايده شيء. بهيك حالات ما حدا بيطلع بايده يعمل شيء، هي شغله بايد رب العالمين. ما عطيته بابا، ما عطيته خلص. لا يا بابا لا، ما بصير تحكي الحكي، الله يرضى عليكي. لكن قليله المصيبه اللي نحن فيها. استفادات الله رحمه. هلا شو شو شو؟ في بيتك، في جوزك، في رجا، ولد مثل الفلة. اهدي وروي يا بنتي، فكري بعقل، روحي شوفي بيتك، شوفي ابنك. ان شاء الله بابا اني مسيرة بيتي، ماني طايقة الطريق اللي بيأتي لهونيك. ما بصير تحكي الحكي يا بنتي، ما بصير. الحياة بدها واحد قوي يقدر يتحملها. ما عم تزبط بابا، ما عم تزبط، ما عم تزبط.